نتعرف على حضراتكم والتخصص. بلال صالح طيني من هندسة ميكاترونكس. أحمد بدر هندسة ميكاترونكس. ممكن نعرف الإضرابات اللي صارت بالفترة الأخيرة في الخضوري، كيف أثرت عليكم أنتم كطلبة جامعات وعلى زملائكم؟ والله يعني أثرت كثير، يعني إحنا مثلاً يكون مثلاً أنا هون ماخذ سكن مثلاً، هسا مثلاً واحد مش ماخذ سكن مثلاً كل بيجي عشان محاضرة مثلاً، لما يعلقوا الدوام بيجي على الفاضي، هاي أول إشي. وثاني إشي الامتحانات بتتأجل، أغلبية الجامعات قدمت امتحانات وإحنا لسه مش مقدمين، يعني كل هذا بروح علينا، يعني مش على حدا ثاني، مش حدا سائل يعني عنا. يعني أفهم أنا إنه أنتوا الطلبة اللي بتيجوا من خارج طول كرم بتعانوا كثير من ناحية الإضرابات اللي بتصير. أكيد بنعاني كثير، ومن خلال إنه بضل معوضولنا وبصير في ضغط في من ناحية المحاضرات وكذا والتعويض وكثير يعني هال. طيب برأيكم كيف الجامعة ممكن تعوضكم أنتوا الطلبة اللي بتيجوا من خارج طول كرم عن المحاضرات اللي ضاعت بسبب الإضراب؟ والله بتقدرش تعوضنا، يعني احنا مش لحالنا هون، يعني برضو في ناس من هون وفي ناس من برا، يعني هاي جامعة مش لنا لحالنا، بس يعني انه يعني خلص يعني مش كل يوم لازم تروح وتراجد، يعني اليهود اصلا مش سالين عنا، يعني اليهود مثلا عندهم كل يوم نعطل كل يوم شو سالين، يعني بصير انتفاضة ثالثة مع تجهيل الناس، مش هالشيء اللي فارق معهم، يعني احنا اللي متاثرين مش هم. يعني برأي انا افهم من هيك انه انتم مش شايفين ان الجامعه قادره على انها تعوض بهاي الفتره. الجامعه قادره انها تعوض لنا في وقت مثلا وقت الاستراحه، وقت استراحه الجامعه من 11 ل 12 ونص بامكانها تعوضنا محاضرات مثلا اللي بتروح علينا، كانت تعوضنا عادي. بتتوقع انه الطلبه يوافقوا على انهم ياخذوا محاضرات مثلا في فراغ الجامعه؟ احنا كنا ناخذ قبل، يعني فيش عندنا اي مشكله عادي، بس احنا نداوم بالاول. يعني اكيد انه راح ياثر على طلبه الجامعه، لان المحاضرات كانت ما الواحد ياخذها بمكانها، وراح ياثر انه راح تتاجل الامتحانات، ما راح نتابع مع الجامعات الثانيه، فراح ياثر على الطلبه اكيد. يعني برايك الحلول شو ممكن الجامعه، برايك الجامعه شو ممكن تعمل مشان تحل مشكله قله المحاضرات؟ يعطونا بأوقات الفراغ، في أوقات فراغ للجامعة ممكن إنهم يعطونا فيها، أو إنه يزيدوا عدد الساعات المحاضرة نفسها عشان إنه يمشوا مع الفصل، إنه ما يتأخر عن الفصل. تتوقع إنه أغلب الطلبة ممكن يوافقوا على زيادة الدوام أو على إنه يعمل محاضرات في وقت فراغ الجامعة؟ يعني إذا حطوا إجبار الجامعة أو إشي ألزموا الطلاب فيه أكيد يعني رح يوافقوا، ما رح يعارضوا. أكيد أثر إنه في كتير امتحانات تأجلت، خصوصاً كمان امتحان اليوم لأنه لسه مش مخلصين مادة الفيرست، وهذا كله بسبب الإضرابات اللي صارت. برأيك الجامعة كيف ممكن تعوضكم أنتوا الطلبة على اللي فاتكم من المحاضرات؟ أكيد رح تعوضنا بأيام سبت، حتحط تعويضات ورح ناخد الامتحانات اللي راحت، وأكيد الجامعة مش رح تقصر معنا. تتوقع الطلبة يوافقوا على أنهم يجوا أيام سبت يداوموا، خاصة أنه تنسيش في كثير طلبة من خارج طول كرم يمكن ما يقدروا يجوا؟ اللي بده يدرس ويعود اللي راح عليه اكيد بده يجي. اثر كطالب او على زملائي انه انت بتطلع من بيتكم تيجي هون كيوم احد او يوم سبت، يعني مش بالسهل انك تطلع بهاي الاوقات، توصل الجامعه فشوفت انت شو صار في الجامعه من اقتحامات من مواجهات، هذا الاشي باثر انك انت يعني بشوف التعب تبعك في الطلعه انك تروح في اي في كل سهوله، يعني تروح تقعد اسبوع لا بتاخذ محاضرات ولا اي اشي، بنشوف نفس الشيء بأثر على اللي هي الدراسة، انه انت ما اخذتش محاضرات، تأجيل، حرك وقت، وهذا الشيء بأثر على المسيرة التعليمية. يعني هسا افهم من حضرتك انه انتوا الطلبة اللي بتيجوا من خارج طول كرم بتعانوا كثير من ناحية المحاضرات والدوام. 100% طبيعي جدا انه بنعاني، لانه احنا بنطلع من بيوتنا لهون، يعني بنيجي بنقعد يوم ومنروح بكفيك انه ايجار الطريق، هذا اذا بننكسه ايجار طريق، فهمت شو؟ فيعني طيب برأيك الجامعة كيف ممكن تعوضكم انتوا الطلب اللي بتيجوا من خارج محافظة طول كرم بالمحاضرات اللي فاتتكم بالإضراب؟ طبعا اذا بدها الجامعة تعوضنا فصعب جدا انه الطلاب يلتزموا، ليش؟ لانه في شباب لهم بيجوا يوم احد، فاذا بدهم يعوضونا بدهم يعوضونا يا يوم سبت يا انه في فراغ الجامعة. فراغ الجامعة ليش الاحسن؟ لانه يوم سبت الطلاب ما راح يجوا على الجامعة، بتشوف يعني واحد بقول لك انا هذا الي حكي حكك يوم يعني راحة، ليش تثمطيني فيه؟ مش ذنبي انه صار مواجهات وتأجل اي دراسة او اي شيء. هسه اذا بده يكون كالمعنى انه في الدراسة او معنى في انه يعوض اللي خسره يوم سبت او في فراغ الجامعة. بسبب المواجهات اللي صارت وصار يعملوا تعليق كثير، وحالة الجيش يعني كثير هنا، ونترك مشوار على الفاضي.
وبتتوقع الجامعة كيف ممكن إنها تساعدكم أنتوا الطلبة في تعويض المحاضرات اللي راحت عليكم بهاي الإضرابات؟ يزيدوا لنا ساعات بالمحاضرة عشان يعوضوا لنا اللي راح علينا، ولأن الامتحان قرب، الامتحانات قربت وهيك. تتوقع الطلبة يوافقوا إنهم يزيدوا عدد الساعات؟ المرغوب إنه يدرس يعني وجاي يتعلم لهدف بقدر. بقدروا. صار عندنا شوية أزمة بالامتحانات، أنه صار كل اثنين مع بعض ما قدرنا نلحق المواد نختم، فعشان هيك يمكن ما نجيب معدلات عالية هذا الفصل. وكمان عندنا المحاضرات مش كلها صرنا ناخدها، صار اشياء ما تروح علينا وناخد زي تعويضها. الاضرابات كان تأثيرها اكثر اشي انه فيش محاضرات، هذا الاشي بقلل يعني من الفهم للمادة، وتاني اشي انه هاي المادة بتراكم علينا، يعني كان لازم ناخد امتحانات فيرست، اجلت هاي الامتحانات الفيرست، هسه بيجي موعد امتحانات السكند تبقى متراكم علي مادة فيرست ومادة سكند، فهذا اكثر اشي اثر علينا. طيب برايك الجامعه كيف ممكن تعوضكم انتم الطلبه وتعوض لكم المحاضرات اللي فاتت عليكم بسبب الاضراب؟ اول شيء انهم يساووا كذا كلك لا زي محاضرات هيك اضافيه، هذا اول شيء. ثاني شيء انهم طولوا الفصل، مددوه، ما يخلوا ماده الفيرست مع ماده السكند. تتوقع الطلبه انهم يوافقوا على موضوع انهم يمددوا الفصل او انه يعطوا محاضرات في اوقات فراغ ومن هالحكي؟ كل طالب عنده ظرفه، مثلا طلاب المدن ممكن انهم يجي ياخذوا محاضرات اضافيه، اما طلاب الكره مش راح يجي يقدر، يوم سبت هو اليوم الوحيد يروح فيه، يعني مش راح يقدر هيك. يعني برايك هذا هو الحل الوحيد والمناسب؟ لا، هو مش حل مناسب عند الاجابه، هذا كله راح ياثر على الطالب، مستحيل يلاقوا حل مناسب لجميع الطلاب. في البدايه بالنسبه للاضرابات وما يتعلق في تعليق الدوام في جامعه فلسطين التقنيه خضوري، نحن في مجلس الطلبة وحركة الشباب الطلابية نعزي ذلك إلى عدم انتظام الدوام، وذلك بسبب تواجد قوات الاحتلال داخل حرم الجامعة بكثافة، وتعليقات الدوام لم تأتي فقط من مجلس اتحاد الطلبة للعلم، كان هناك في الفترة الأخيرة إضراب وإغلاق للجامعة من أسبوع تقريبا من إدارة الجامعة، حفاظا على الطلبة ولإيجاد حل في مسألة الاقتحامات ومسألة المواجهات في خضوري. ونحن في مجلس الطلبة أيضا علقنا الدوام في فترات سابقة أيضا حفاظا على الطلبة وعلى ممتلكات الجامعة وعلى أرض الجامعة، ودعونا الجميع وجميع المنظمات الدولية ومن خلالكم ومن خلال جميع القنوات دعوناهم إلى تحمل مسؤولياتهم كمنظمات دولية وحقوق إنسان ومنظمات تعليمية عالمية أن تدافع عن هذا الصرح العلمي الذي يتعرض للخطر ويتعرض للإزالة وتهديد والتهويد لأرضه وطلابه ومدرسيه وجميع أسرته التعليمية والطلابية. فمن خلالكم يعني احنا نوجه هذه الرسالة مرة أخرى ليتحملوا مسؤولياتهم وتدخلوا لإنقاذ هذا الصرح العلمي. طيب برأيك باقتراب فترة الامتحانات في الجامعة، ايش هي الأساليب اللي راح يتم اتباعها لتعويض الطلبة على المحاضرات اللي فاتتهم؟ احنا يعني في مجلس الطلبة اقترحنا في عدة مقترحات، هناك عدة مقترحات بالنسبة لموضوع الامتحانات. نحن دعونا كافة الطلبة وكافة أسرة الجامعة إلى ترك الامتحانات في موعدها وعدم المساس في المسيرة التعليمية، لأن ذلك يعود على الطالب بالسلب. نحن مع الامتحانات، سنعمل على إقامة الامتحانات في موعدها المحدد، وسنعمل على إكمال المسيرة التعليمية من هذا المنطلق. ونحن لدينا برامج لنخرج بالامتحانات بطريقة سلسة خلال 10 أيام، أن نخرج من موضوع الامتحانات ونخرج الطالب من أزمة الامتحانات كي لا تلتصق الامتحانات في بعضها، وإن شاء الله أنه يكون البرنامج مناسب لجميع الطلاب ونحن على قدر المسؤولية في ذلك. يعني بصراحة صحيح أنه هذا الفصل صار فيه تعليق للدوام وإضرابات لأكثر من سبب. السبب الأول كان انقطاع الكهرباء، وهذه مشكلة عامة في محافظة طول كرم،
وبتعرف انه اعتماد بشكل كبير على الكهرباء، والجامعة يعني حلت هاي المشكلة بوجود مولدات الكهربائية لكن لا تكفي، خاصة فيما يتعلق بالمختبرات. الموضوع الثاني إضراب في كل الجامعات الفلسطينية اللي أعلنت عنه نقابة الأساتذة والعاملين في الجامعات الفلسطينية وشمل كل الجامعات. والسبب الثالث الظروف اللي منمر فيها، وبتعرف منطقة أو جامعة خضوري هي نقطة تماس مع الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي المواجهات اللي تمت وبناء عليها اتخذت إدارة الجامعة قرار بتعليق الدوام لمدة 3 أيام حتى كخطوة احترازية حتى نحمي طلابنا ونحمي الحرم الجامعي ونحل هاي الإشكالية بشكل عام. طيب دكتور، مع دخول الجامعة في فترة الامتحانات واللي قابلها حاليا مع الإضرابات اللي صارت قلة المحاضرات، إيش هي آلية الجامعة اللي راح تتبعها في هذه الفترة لتعويض المحاضرات اللي فاتت على الطلبة؟ لا شك أنه إدارة الجامعة حريصة جدا على توفير جو أكاديمي مناسب للطلاب، وأنه تضع الطلاب في أيضا كباقي السنوات السابقة في جو مريح، وتمكن الطالب كل الطلاب من تأدية امتحاناتهم بشكل جيد، وبشكل يستطيع الطالب أنه فعلا يقدم امتحانات ويحرز علامات جيدة. بهذا السبب كان في عدة اجتماعات اللجنة الأكاديمية ومجلس العمداء، وكان في مجموعة من القرارات اللي في مجملها تراعي ظروف الطالب. ومن هاي القرارات أنه الأسبوع الماضي واللي قبله اللي هو فترة الامتحانات الأول، امتحان الأول، تم تأجيل كل الامتحان قاطبة دون استثناء، سواء كان امتحان تخصص أو امتحان ثقافة عامة، وترحيله للأسابيع القادمة. الآن بدأ سير الامتحانات بشكل تدريجي، والخطة أنه نبدأ بالامتحانات الثقافة العامة وبعض المساقات اللي كان فيها نسبة قطع جيدة. هذا من جانب. الجانب الثاني أنه أتيح أو هناك تعليمات من النائب الأكاديمي لجميع العمداء ولجميع الأقسام بأن مراعاة ظروف الطالب، بحيث أنه ما يكونش عند الطالب أكثر امتحانين في نفس اليوم، وذلك حتى نراعي هاي النقطة. الموضوع الثالث اللي تم أيضا مناقشته نسبة القطع للمساقات المختلفة. أكثر الامتحانات تم تأجيلها الأسبوع إضافي آخر حتى نتيح للطالب فرصة أنه يتابع محاضراته وأنه يرجع للجو الأكاديمي ويستطيع أن يؤدي الامتحانات بطريقة سلسة وسهلة. في ظل كثرة الإضرابات التي تعاني منها الجامعة والتي امتاز معظم هذه الإضرابات بطول مدتها، يظل الشغل الشاغل للطلبة والمحاضرين. كيف بإمكانهم أن يعوضوا المحاضرات التي فاتتهم مع اقتراب فترة الامتحانات في الجامعة؟ لكاميرا السلام، حسام خلف من جامعة خضوري طول كرم.